بلشنا. يلا الحصة الماضية احنا كنا ندرس عن ايش؟ هاي الحركات ايش؟ هاي حركات ايش؟ حركات الصلاة. لو انا حكيت لك عن هاي الحركة، هاي الحركة شو بعمل فيها الطالب؟ بيسلم، وهي اخر حركة في حركات الصلاة. لما انا اكون خلص خلصت ركعاتي وقاعدة انا على الارض بدي اسلم، مش بعمل التشهد بعدين بسلم على اليمين، بسلم على اليسار، صح؟ إذا هاي الخطوة هي الخطوة الأخيرة في الصلاة، الخطوة الأخيرة في الصلاة، لما أنا أكون بسلم لليمين ولليسار. لما أجي أنا بدي أعمل هاي الحركة، هاي الحركة إيش رقمها؟ الله أكبر. الله أكبر، هاي أول خطوة في خطوات الصلاة. لما أنا أكون واقفة باتجاه القبلة، أنا بكون واقفة في اتجاه القبلة وبرفع إيدي بدي أعمل تكبيرة الإحرام. بحكي الله أكبر، بعدين بحط إيدي، إيدي اليمنى فوق اليسرى، صح؟ أو زي ما سيرينا بتحط فيها، بنعملها هيك يا بنعملها هيك، ماشي؟ إذن هانا بيكون التسليم لليمين واليسار مشان أخلص صلاتي يا فيصل، وهنا تكبيرة الإحرام لما أنا أبدأ صلاتي، لما أنا أبدأ صلاتي، لما أرفع إيدي التنتين وأحكي الله أكبر. هون شو بيعمل الطالب هون بالصورة هاي؟ بسجد. يا عيني عليك أنت رائعة اليوم بهاي الحصة. إذا هاي خطوة إيش؟ السجود، خطوة السجود. لما أنا أصلي مش بصلي أنا بعمل سبحانك ربي الأعلى. أنت رائعة، بنحكي فيها سبحانك ربي الأعلى، مش أنا بهاي خطوات الصلاة بحكي الله أكبر وإيدي فوق إيدي اليسرى اليمنى، بعدين بقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة، بعدين بحكي الله أكبر. هاي الخطوة شو اسمها؟ خطوة سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم، بس شو الخطوة اللي بها ايش اسمها؟ ركوع ولا سجود؟ ركوع. ركوع اسمها ركوع، بركع ركوع. بحكي يا آدم شو بنحكي؟ سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم كم مرة؟ ثلاث مرات. بعمل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هلا لما شفنا هاي الصورة شو كان بيعمل هون الطالب بالصورة هاي؟ سجود. السجود بعد الركوع، السجود بعد الركوع. لما وقف حتى سمع الله لمن حمده حينزل للسجود ويحكي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هاي الركوع، هاي خطوة الركوع، هاي خطوة ايش؟ الركوع. هنا وهو واقف بقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة، شوفي كيف واقف بقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة، حاطط ايده اليمنى فوق اليسرى، اليمنى هاي اليمنى فوق اليسرى، اليمنى فوق اليسرى. إذا هذه خطوات الصلاة اللي تعلمناها أنا وإنتو الحصة الماضية، وطبقناها بالساحة وشفتوها بالساحة كيف طبقناها في الماضي، وأعطيتكم أنا ورقة لتطبيق الصلاة والمحافظة على الصلاة، بلشتوا فيها بسرامة، إنتي اللي بلشتي فيها، أعطيني ورقة بتاعت الصلاة. أنا أشكرك إنك إنتي وحدة صادقة وكانت صادقة مع نفسها ولونتها أصفر لأنها ما صلتها، ولما عملت عمل صالح لونت التفاح، هاي التفاحة لون أبي أحمر صار. أنا أشكرك. لما مس راما تخلص هاي الشجرة كاملة على الشهر هذا كلياته، إلك مني أحلى هدية. أي واحد بيحافظ على الصلاة حتى لو كان عندك ورقة صفراء، إلك مني هدية. المهم إنك تعملها وتطبقها وتساعد ماما حتى دراستك، دراستك عبادة وعمل صالح. قلت لها لازم اساعد امي، بتقول لي لا مش لازم هيك. بتساعديها؟ انا احكي لك كيف تساعديها. تساعدي ماما انك تدرسي صح، ما تغلبيها وانت تدرسي، هاي مساعده لماما. لما انت تسمعي كلام ماما، لما ماما تحكي لك عباده والعمل الصالح درسنا عنه بسوره العصر، لما حكينا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دراستك عباده لربنا وتساعد فيها ماما. يا عيني عليها، مساعدة لماما، حتى لو ماما ما حكت لها يا سلمى تعي شيل الأوراق، سلمى بتشيلها لحالها، هاي عمل صالح ومساعدة لماما. لما تعملي عمل صالح لو تفتحها للأحمر، ماشي؟ آخر اليوم بس تخلص يومك كنتي عاملة أعمال صالحة لوني الثمرة زي ما مسلمة لونتها هون. اتفقنا؟ هذا الصلاة. اليوم عندنا موضوع حلو ودرسنا بسيط 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 كتير كتير كتير. طبي الملف ولا تجي معي، وفيصل طلع عندي المريم اس
بيحصل؟ طبعا بسمع كلامهم وبطيعهم. طاعة الوالدين عمل صالح، لأن طاعة الوالدين عمل صالح. نيجي نحكي هلا. نعم ماما حكيت لي يوم الجمعة بدنا نكملها. احنا لسه ما حطينا ولا لون. ماشي من يوم الجمعة بدنا نكملها عادي. بلشي بأي يوم بتبلشي فيه وأنا بس خلصها أعطيها. معي شهر كامل من لما تبلشي فيها. اتفقنا؟ اتفقنا؟ المهم نيجي هسه على درسنا الجديد. احنا الفصل الاول انا وانتو اتعلمنا عن نبي احنا بنحبه كثير كثير كثير. نبينا شو كان اسمه؟ محمد. يا عيني عليكي محمد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شو اسم امه؟ آمنة. آمنة بنت وهب. اسم ابيه؟ الله. ما انت ولم يرى. نيجي نحكي عن اسم عمه. مين عمه؟ وجده عبد المطلب. نعم لا قاعد انت هسه لخبطنا. استنى بحكي لنا فيصل عبد الله الثاني. مين عبد الله الثاني؟ ملكنا، ملك الاردن. هي صورته ورا هون. شوفي صورة ملك عبد الله بالنص اللي بالنص. هذا ملك عبد الله الثاني. هسه احنا بنحكي عن مين؟ ابو سيدنا محمد. ابو سيدنا محمد اسمه عبد الله. اسمه عبد الله. مات ولم يرى. ابو طالب عمه كان يخفف همه. ستنا حليمه. مين ستنا حليمه؟ مرضعته الكريمه. ستنا حليمه مرضعته. مين زوجته يا ترى؟ شو اسم زوجته؟ خليجة. آمنة أمه. آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد. خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ هذا مين؟ سيدنا محمد. إحنا لما حكينا اسم سيدنا لما نحكي لكم شو اسم نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما إحنا حكينا اسم سيدنا محمد، اسم سيدنا محمد. هاي اسم سيدنا محمد. يلا عندي محمد. احنا بس حكينا اسم سيدنا محمد. لما حكينا اسم سيدنا محمد حكينا بعده شو؟ صلى الله عليه وسلم. يلا محمد طلع عندي والدة. لما حكينا محمد اسمعني، لما حكينا محمد حكيت بعده صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. إذا لما حكيت أنا اسم سيدنا محمد حكيت بعده صلى الله عليه وسلم. شو حكيت؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي هاي اللون الأحمر. شايفين اللون الأحمر؟ صلى الله عليه وسلم. هاي اسمها يا فيصل الصلاة على النبي. شو اسمها؟ الصلاة على النبي. في حديث بيحكي لنا إن الكريم اللي هو شو يعني الكريم؟ الكريم اللي هو الإنسان المنيح اللي بيساعد، اللي بيتعاون مع آخرين، اللي لما يكون في عنده فقير، أيوة اللي بيشوف فقير بيساعده من ماله، هذا هو الكريم. مين الكريم؟ في حديث بيحكي لنا أو في يعني صفة بتحكي لنا إنه الكريم من سمع اسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم. لازم لما أكون كريمة، لما أنا أكون كريمة، وإذا بدي أكون كريمة أكون أنا لما أسمع اسم سيدنا محمد أحكي إيه؟ صلى الله عليه وسلم. اللي ما بحكي، خليني أكمل. ما تكون كريمة. يكون بخيل. اللي ما بيحكي صلى الله عليه وسلم يكون بخيل. شو يكون؟ بخيل. ومش بس بيكون بخيل، يفقد صفة عظيمة بده يعطينا اياها الله تعالى. الله تعالى احنا مسلمين، المسلمين مميزين كثير عند ربنا، سبحان الله تعالى. مش احنا حكينا عن الله الخالق؟ نعم، لأن ربنا بيحبنا وخلانا مسلمين. حكى لنا اللي بيصلي على النبي عشرة، عن بدر عفوا، اللي بيصلي على النبي مرة
يصلي عليه الله 10، يعني ربنا حيحبك ويحطك في الجنة وتكون انت من عباده الصالحين المميزين. صح يا سلمان؟ كل شيء بدنا. نعم الجنة فيها اشياء كثير حلوة وكل ما حدا. نعم وكمان يكون كريم اسلم ويدخل الجنة. نعم هلا انت ركزي معي هون. انا حكيت اذا انه ربنا احنا بيحبنا، الله الخالق اللي خلقنا بيحبنا وخلانا مسلمين وميزنا عن باقي العباد، احنا عباد صالحين مسلمين، صح؟ لأنه ربنا بيحبنا وميزنا عن باقي العباد الغير مسلمين. حكالنا ربنا سبحانه وتعالى من سمع اسم الرسول وصلى عليه مرة يصلي عليه الله 10 مرات. إذا ربنا حيحبه كتير 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 ويضل يردد اسمه عند الملائكة ويحكي لهم هذا عبدي الصالح. إذا سارة حكت احكي يا ضاح أشوف احكي محمد إيش صلى الله عليه وسلم. ما سارة هسه حكت صلى الله عليه وسلم لما سمعت اسم الرسول، ربنا حيحكي هسه للملائكة الصالحين يحكوا لهم هاي سارة محمود نايف لعبة ساد طالبة مميزة احموها واحفظوها من كل مكروه. مين سعيد سيرينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا عيني عليها، هسه الملائكة إن شاء الله حيحوطوها ويحموها ويحفظوها من كل مكروه. سلمى محمد يا عيني عليها، هسه الملائكة إن شاء الله تحميك يعني. محمد يا عيني عليها مستمد، هسه الملائكة بتيجي عندك إن شاء الله ربنا يكون طلع لنا عشرة. يلا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتي رائعة. يلا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عيني عليه آدم. محمد يا عيني عليها مصغنى. محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتي يا ناما. محمد صلى الله عليه وسلم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم بس عندك زي عندي كتاب أبو زي هيك أبو. اسمك اسم بابا محمد صح؟ وأنا كمان اسم أخوي محمد. أنا إذا الصلاة على النبي تعلمنا اليوم إنه لما نسمع اسم سيدنا محمد نحكي إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما أسمع اسم سيدنا محمد شو بدي أحكي؟ صلى الله عليه وسلم. وأنا لأني بحبكم كثير كثير اللي اسمها حي وشو اللي إحنا بنحبها وفيها كلمة الصلاة على النبي وفينا الفيديو.